على الامتحان. ما شاء الله عليك، هذه ذخيرة أدبية عظيمة تستحقين كل تقدير وإجلال يا زهرة مدينة العرائش. هذه العبارة قصائدي إلى قلبي، والتي أرجو الله سبحانه وتعالى أن ألقاه بها وألقى بها سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيفرح بها، أسأل الله ذلك. أقول فيها: رسول الله يدعوني اشتياقي ويحملني إلى ذاك المقام. رسول الله أبعث كل حين مع الركب المسافر بالسلام، وودي لو أطير بلا جناح لموطن صفوة الخلق الكرام، فأطفئ لوعتي وأذيب شوقي وأظفر من زماني بالمرام، أعالج في درى عرفات حزني وأنشد راحة الروح المضام، ويجهر صوتي المقهور إثما بتلبية لدى البيت الحرام، وأشرق بالدموع لدى المصلى وأدفن زلتي عند المقام، وأسعى سبع مرات تباعا فرارا من ذنوب ومن أثامي، وأجثو عند زمزم في خشوع لأغسل ما تراكم من رغامي، وأروي مهجة الظمأ بماء يطهرني ويشفي من سقامي، أشد الرحل للمختار بعدا وبحر الشوق زخار وطامي، أقبل تربه المعطار مسكا ففوقه قد مشى خير الأنام، وعند الروضة الفيحاء مهلا كفيت الشوق أقصر عن ملامي، فلست بضامن في الحب روحي وحب المصطفى حق الغرام، أجود له بنفسي ثم أهلي فداه أبي وأمي من مرامي، فأنوار الحبيب همت وشعت فصار القلب رقراقا وضامي، وأسرار الحبيب بدت ودقت وجلت عن بيان أو نظام، بأي بلاغة أو أي شعر تبوح الروح بالمعنى الحرام، مقام يقصر البلغاء عنه ينوب الدمع فيه عن الكلام، رسول الله والحرقات تترى بغير الوصل لا يخبو ذرامي، فإن عز اللقاء بحال صحو رسول الله وصلا في المنام، فإن القلب موتور معنى وأنت شفاء من فرط السقام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تتحدث هذه القصيدة على الشوق إلى زيارة بيت الحرام وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومدينته. إنها نعمة جليلة، وذلك لمن أدرك مقاصد وأسرار وروح هذه الرحلة العظيمة إلى الله عز وجل. الآن نفتح مجال مناقشة.
ثم عبارة، يعني نطلب شرحان، مفردة وعبارة. أما المفردة فهي الرهاب، وأما العبارة فهي المعنى الحرام. لما تقول فأي شعر وأي أي معنى هي فأي شعر أي بلاغة أو أي شعر تبوح الروح بالمعنى الحرام. ما هو المعنى الحرام هنا؟ هل الحرمة هنا من التقدير والتعظيم، أم الحرمة هنا من حرامها على يعني من حرامها الشرعي؟ وشكرا للأستاذة. طبعا هنا التراب معناه المجازي، يعني ما يحمله الإنسان من آثام وذنوب، فإنه يحاول أن يغسلها، لأن الشعر نقربكم شي شوية وهذا هو الهدف. إذا كنا كنتكلموا بالكلام العادي تنقول لك غسلته هي غسلته، والتراب هو التراب، والليل هو الليل، والنهار هو النهار، يعني كنكون كنتكلم كلام عادي كلام عادي. ولكن حنا كندخلوا للبلاغة المجاز، بمعنى كنستعمل الكلمة بغير معناها الحقيقي باش كنوسعها وكنعطيها جمالية أكثر. وحنا في القرآن الكريم عندنا قمة البلاغة، الكثير من الأمور تم الكلام عنها بشكل مجازي. مثلا الحرام، إذا نمشي للحرام، وحرام على قرية مهلكناها أنهم لا يرجعون. إذا هنا من غنحلوا حرام هنا ماشي يعني الحرمة الشرعية، ولكن بمعنى ممنوع منعا تاما قاطعا نهائيا. إذا معنى حرام بمعنى معنى لا يدرك. إذا هذا ليس الحرمة الشرعية هنا أبدا، وإنما عندي معنى حرام بمعنى يصعب علي أن أصل إليه. ويصلح منآدي ويرعى طريقيا ويرفع عني ما ألم من الأسى ويروي أعماقي ويحيي مواتيا ويخزي شيطان اللعين مضللي ويثقل بالخير العميم سحاليا ويثلج صدري باليقين وبالتقى ويغفر ذنبي رغم ثقل ذنوبيا ويجعل لي نورا يكون أمامي وخلفي ظاهرا ثم خافيا ويغفر لي أدران ذنبي وخستي ويجعل لي حظا من التوب وفيا وينسخ أحزاني بفرح مطهر ويجعل حبي للأنام سواسيا ويمنحني كنزا من العقل ملهما ينير طريقي رغم ظلمة ناديا وكنزا من الإيمان غير منقص يزيد إذا نقص عرى كل ماليا ويلهمني صبرا وحلما ولجدة بها أتحلى دون حلي زمانيا ويجعل نفسي بالقضاء رضية وموقنة بالأجر عند مليكيا ويبسط لي رزقا حلالا وطيبا ويبعد عني كل سحت بداليا ويكتب لي في كل خطو سلامة ويجعل خيري فوق شري عليا ويملأ بالأجر الجزيل صحيفتي وإن أنا لم أحسن كثيرا صنيعيا إلهي نور منك كان لمهجتي سلاما وأمنا حين ذابت شموعيا وكان رفيقي حين قل مصاحبي وكان أنيسي حين أوحش ناديا وإنه زهري حين تدبل أورقي وتنثرها ريح الخريف أماميا ولكم كل الشكر. حتى الناس عندما يريدون أن ينصحوك بنصيحة لتقاضي من الله يقولون لك اقرأ هذه القصيدة للإمام الجزائري حيث كلماتها قوية جدا. لكي لا أضيع المسموح أقرأ بعض الأبيات من هذه القصيدة للإمام الجزائري.
فأحضر بعض الأبيات المحلولة حتى أخذ الوقت الكافي. يقول: من بينهم إلهي لئن جلت وحمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سبلها فها أنا في بحر الندامة أرتر. إلهي ترى حالي من فقري وفقتي وأنت مناجاة الحقيقة تسمع. إلى أن يقول: إلهي أنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى وأضجر. في كل الاتجاهات بحثا عن الحقيقة. طبعا لن أدعي أني فعلت مثله، ولكن هي كانت أمور تلد على الذهن تطرح سؤالا وسؤالا وسؤالا في رحلة حارقة للبحث عن اليقين، لأن باليقين يطمئن القلب وتستطيع أن تقوم بواجباتك بكل ثقة ويقين. فلذلك عندي صلاة يعني الصلاة في المبدأ، ثم رحلة البحث، ثم تأتي الصلاة من النوع الثاني بعد اليقين. هنا في البداية عندي إضاءة مأخوذة من أبيات لشاعر إنجليزي هو إليوت، يقول بأنه لا ينبغي أن نكف عن الاستكشاف، ونهاية استكشافنا ستكون أن نصل إلى المكان الأول ونعرفه للمرة الأولى. نحن انطلقنا منه، ولكن بعد أن قمنا بجولة كاملة عند ذلك عرفنا حق المعرفة. أقول: فرضت علي، أديتها، فعددت في حسب الركوع الساجدين، وتصدقت كفاي بالنصر القليل على مضض، فسلكت في سرب الكرام المحسنين، لكن قلبي لم يذق طعم اليقين، ظلت جمار الشك تكوي ليله، وتقلبت على لهب الأليم، جافان معنى الله والإيمان والسر المكين، جافان نور الحق واشتعل الحنين، فوجدتني بالجنون والانتحار، فأعدت رسم الخارطة من حيث قيل هنا قفي، كانت بداية رحلتي لأصوغ معنى من وجودي، لأفك بعضا من قيودي، لأعيش في زمن الخلود، لأكون ما شئت لا ما شاء لي زمن الجدود، وأقول في ثقة عرفت، وأصلي فوق الخوف والمعنى البليد، وأسير للمعنى الجديد، فأرى إلهي لا شكوكي في ركوعي وسجودي، وأرى يقين الحق في الداعي الرشيد. عندها حين صليت برعمت أغصان قلبي بالورود، ضمني في خلوتي نور وليد، حتى ركب الحب بالروح البليد، وتهادى كل جسمي في نشيد، وقعته روحي الظمأ لأسرار الوجود، وكأن أشبع الرحمة وحادي الرفق والحكمة، وأهداني كتاب الله واللأمة، اللأمة هي سرحة، وأهداني كتاب الله واللأمة، ومحبرة وأقلاما، وكل الحب للأمة، عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم. قالت: وخصني باللقاء سرا، تبادر في القرى طيف من المختار يا بشرى. هذه الكلمات ربما لم تخرج من دون أن تكون هذه الرؤية حقيقة قد أتى.
ما سؤالي هل تعلم ظفرتي بهذه الرؤيه؟ قصيده. فكان جوابي ان الشاعر كيعمل من بقوقة، بمعنى رايت طيفا وكلمه قصيره جدا، ولكن بعين المحبه وبعين الامل وبعين التشوف أضفت إليها أمورا لم تحدث في هذه الرؤيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أظن راه كاملين بينا عندنا واحد الحب جارف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث نحس أحيانا معنا وكأننا نراه ولكننا لا نراه. فاختصارا كان شوية الرؤيا والكثير من الخيال الشعري أضفوا لهذا الأمل، خاصة في الأخير القصيدة إذا لاحظت هناك بعد رمزي، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا قلت بأنني حين قابلته بين يديه قد قدمت، والله سبحانه وتعالى يقولنا يا أيها الذين آمنوا لا قبل منا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا لا تقدموا بين يدي، يعني أنا جرأة مني قدمت. وكان ذلك كما قلت القراءة بين السطور مهمة جدا، يعني ربما حرقة ربما لهفة ربما أشياء، وعجلت إليك ربي لترضى. إذا حين قدمت لم يغضب ولم يسخب، وأمر إلهي ألا نقدم، وعلم جهلي البر، علمني كيفاش الأدب ديال مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تبسم وأهداني. وهنا كيجي البعد الرمزي، ماذا أهداني؟ كتاب الله، التمسك بكتاب الله هو الذي تركه فينا حتى لا نضل، واللأمة نعم الجهاد سلاح الحرب القوة، ثم ومحبرة وأقلاما العلم وكل الحب للأمة، حبه لنا نعم لا نهاية له. فكانت هذه التشكيلة اللي خديت من الواقع والخيال وحاولت نستحضرها بهذه الطريقة، وأن يطول الله في عمرك حتى نجتمع مرة أخرى إن شاء الله. باسمكم باسم جمعية الأمل للمتقاعدين والمسنين نجدد الترحاب والشكر للإخوة الحاضرين معنا، وكذلك نجدد الشكر للأستاذة الشاعرة المبدعة أستاذة بديعة القادري على هذه الأمسية الروحية الشعرية بامتياز. فحقيقة في هذه الأجواء الرمضانية ونحن مقبلون في العشر الأواخر، فهذه القصائد هي قصائد تهز الروح والوجدان، وكذلك فيها الكثير من المعاني الروحية الجميلة. فالإقبال على الله في هذه العشر الأواخر بالدعاء وبالتضرع هو واجب لنغتنم في هذه العشر الأواخر حتى نصادف ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. والله لقد خلص الحمد لله وصلت الرسالة. هذا هو القصد من إبقاء دين الإنسان بعض الأشياء عن ما نفعل، تبقى واحد البصمة. لأن القلب كيحجب على اللسان وكيحس، لساني يعجز عن تعبير قلبي. ادعي لي يا أستاذ صافي، مع العجز حين تتذكر ادعو لي. إن شاء الله في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الساعة لنختم هذه السلسلة من الأرشفة التي دأبت الجمعية أن تقيمها في كل شهر رمضان، وسيكون لنا موعد مع الدكتور الصيدلي خليل السلمي الذي سيقدم لنا عرضا حول مرض السكري وكذلك طريقة تناول الأدوية خلال هذا الشهر. فقولوا إن شاء الله في الموعد.